في خبر عاجل، مصدر أمني مطلع، التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية، وأن إطلاق النار بين عناصر قوات الاحتلال والمقاومة في عدة اتجاهات أدى لقيام عنصر التأمين أدى لقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. تم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا. مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فلادلفيا، وأنه على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة، ومصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود. ويعني واضح أنه يعني كما يقول أحد المصادر الأمنية المطلعة المصرية أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران تكشف وتشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية في عدة اتجاهات، ما أدى إلى قيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. طيب،